كاين مرسوم، كاين مرسوم اللي غادي يصدر للمدن والمناطق المعنيه بهذا. بالطبع اي قانون استاذه راه كيكونوا فيه مشاورات وكيكونوا فيه قطاعات وزاريه وكيكون فيه يعني ما كتخرج المسوده حتى كتكون مجموعه ديال المشاورات. وفي دابا السلطات الترابيه الولاه والعمال المعنيين بهاد المناطق، وفي وزاره الفلاحه وفي وزاره الصحه وفي وزاره الصناعه. لا ماشي كنتجو قانون غير هكا عبثا وكيخرج قانون، راه القانون كتكون فيه مجموعه ديال المشاورات ويوزعوا على اعضاء الحكومه والامن العام، كتقوم بواحد الدور كل واحد كيدلي برايه. اي مشروع قانون ما كيخرج الا بتشاور مع اي مع المعنيين به، واخر المطاف كيجي للبرلمان اللي هما ممثلين ديال الشعب وفيه ممثلين ديال هاد المناطق وفيه دكاتره وفيه في دي زانجينيور اغرونوم، فيه جميع الحساسيات ديال المجتمع. وغادي غادي نحاولوا نشوفوا مدى ملائمه القانون مع 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 المجتمع المغربي ومع الواقع الاقتصادي والدولي وديال هذا الملف. انا شخصيا من المتتبعين للسي بن كيران في المسار ديالو، ما فهمتش الموقف ديالو في هذا القانون. واش ما طلعش عليه؟ واش خدا موقف وما قدرش يتراجع؟ واش هي خلفيات سياسيه للتخلص من عبء ديال هذه الحكومه الحاليه؟